بكرة اللي حيفوز حيكون رسميا ينطبق عليه كل بذراعك وتخلص. صحيح. يعني إذا عدى الشباب أو عدى الهلال بكرة بقية الجولات تأخذها بيدك، تأخذ الدوري، ما تنتظر أحد ولا لك علاقة بمباريات ولا تلتفت. اللي يعدي بكرة بذراعه يقدر يخلص. صحيح. إيش أهمية إنه واحد بكرة يقدم على الثاني؟ هو ما يحسم بس يأخذ خطوة قدام. طبعا الأهمية ما تحتاج يعني أهمية كبيرة جدا يعني من جميع الجهات. أنت أول شيء يعني تعتبر أنت بتقول قبل في المقدمة نبغى أحد يفوز، أنت يعني بتعتبرها مجازا إنها نهائي، صح ولا ما تبغى تعادل؟ نهائي، نهائي كأس، نهائي، وهي قريبة من هذا حقيقة. الأهمية بالتأكيد قوية، أهمية جدا كبيرة. ليش؟ لأنه أول شيء أنت بتفوز على اللي بينافسك على الدوري، تأخذ 3 نقاط عليه، حتتبقى بعد كده كم 4 مباريات صح؟ لكل فريق، مضبوط ولا لا؟ طبعا لو تشوف مباراة الشباب ومباراة الهلال طبعا في اختلاف في المنافس، لكن أنا بالنسبة لي في هذا الدوري ما في أي اختلاف في المنافسين، لأنه لو تشوف الهلال خسر من مين؟ من فرق المؤخرين، صح ولا لا؟ الشباب أيضا فقط نقاط. إذا يعني كلمة إنه مباراة سهلة لهذا الفريق وهذا صعبة، هذه أتمنى أحد ينسوها، لأنه ترى الاتحاد فاز على الهلال الأسبوع اللي بعده تعادل مع الباطن، صح ولا لا؟ يعني ما في هذا الكلام انتهى. أنا عجبني كلام أبو فيصل لما تكلم على إدارة الأزمة في الهلال. هنا نقطة يعني لاحظوا بالود فعلا. أنا أتذكر سعود كريري كان هنا في البرنامج صح؟ وأنت سألته قلت له هادي يا سعود أنت، وقال أنا ولا مضبوط، قال ولا الحمد كل الأمور ماشية كل أتذكره بعد كده لما بدأت الهزائم في الهلال بدأ سعود يتكلم وبدأ صح ولا لا؟ توقف أظن أخذ كرت أحمر ولا أخذ ولا أعتقد كده أتذكر. بدأ الإدارة الهلال تتوتر، بدأ التعامل مختلف. فعلا اتفق تماما مع ابو فيصل انه في مشكله في اداره الازمه في الهلال، وهذه مشكله. فالهلال الان ما نبي نقول في ازمه كبيره، ولكن فنيا من ناحيه حتى معنويا الفريق في ازمه. شو يعني حتى تاهله للدور الثاني في الاسيويه جاب طريقه دراماتيكيه، وبالتالي في انعدام للثقه بعض الشيء في الهلال، عكسه تماما في ايش؟ في الشباب. هذا جانب، هذا جانب بالنسبه للحال. بس الشباب كم لم وقف؟ اي برافو عليك، انا داخل في هذه النقطه. في نقطه جدا حساسه ومهمه اللي هو الهلال، يعني الناس بتكلموا الهلال مرهق صح، وهذا صحيح صحيح، لكن في نفس الوقت ومناف يعرف هذا الكلام، كلكم اكيد عارفين هذا الكلام، انه الفريق طالما بيلعب مباريات افضل من اللي جالس. اعطيك مثل في التعاون، شفت مباراه التعاون والفتح؟ التعاون اقوى دفاع صح ولا اقوى دفاع في سجل فيه 4 أهداف من الفتح في مباراة واحدة بعد توقف المباراة، كانت توقف 3 أسابيع تقريبا الفتح، التعاون والفتح. شكل الفريقين كان يومها غريب أصلا، 4-3، بس التعاون أكثر غرابة لأنه 4 أهداف في مباراة واحدة في التعاون، الفريق ده ما تقدر توصل الباب ولا أنت خلاص. هذه أكثر نقطة مهمة بكرة، هل الهلال أنه كان بيلعب تفيده أو أنه الإرهاق يؤثر عليه بكرة؟ أنا أتوقع أنه حتفيده. الشباب التوقف هذا حيضره؟ نعم انا اتوقع حيضره، لكن السؤال الشباب مثلا ايش قاعد يسوي الفتره هذه الاخيره؟ كيف كانت التدريبات؟ في جديه؟ لاعب مباراه الظهر وديه، لعب مباراه وديه ضد الشعله صح؟ الفتح الشعله شفت انا ضد الشعله واحده ما ادري. ومناف يعرف كلاعب ترى لما بتوقف الدوري اللاعب ريح صح ولا لا؟ شعوريا يجي التمرين ريح، ما في ضغوطات، ما في نهايه الاسبوع مباراه. هذه ايش كانوا بيسووا مع المدرب مع الاداره؟ ايش كان بيسوي الشباب؟ التدريبات الجديه هل كانت موجوده؟ التفكير موجود؟ الجاهزيه الذهنيه والبدنيه موجوده؟ هنا بكره كله حنشوفه. الشيء المختلف بين الفريقين هذه بكره ايش؟ مين اللي حيستغلها على الثاني؟ هل الراحه دي اللي ارتحتها ام هل انه نلعب كل مباراه؟ مين هنا اللي حي؟ انا بالنسبه لي افضل اللي بيلعب، خاصة انه هلال يعني يمكن له 5-6 أيام يمكن خلص على سوي صح ولا 5-6 أيام يمكن، يعني اخذ راحة كويسة وبيلعب مباريات. انا اشوفها جانب ايجابي للهلال وسلبي للشباب.